هلا خلينا ننتقل لفقرتنا التالية. موضوع بهم كل الصبايا والسيدات، ونحن دائما انا وياكي بنحكي عنه قديش بنحاول نعتني بشعرنا بفصل الشتاء، لانه بيتعرض لكثير ظروف مناخيه من الفصل، وحتى يمكن اخطاء شائعه بيوقعوا فيها الصبايا والسيدات هي بتاثر بشكل سلبي جدا على طبيعه الشعر. نحكي عن اهميه الاعتناء بشعر بفصل الشتاء، وكيف فينا نعمل بعض الخلطات المنزليه لنحافظ على جماليته. معنا الكيميائيه براءة حداد، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا صباح النور. يسعد صباحك. اول شيء كمان الحمد لله على السلامه. بعرف اليوم اغلب الضيوف كان عندهم طريق صعب شوي للوصول، وخصوصا اللي ساكنين باماكن بعيده، فبدي اشكرك على وجودك معنا بحلقه اليوم. وبلش معك من الشامبو الطبي. بنسمع دائما انه الشامبو الطبي هو افضل الانواع اللي لازم الاشخاص يستخدموها، هل هذا الشيء يعني انه باقي انواع الشامبو كلياتها سيئه؟ صحيح، فعلا دائما المصطلحات المتداوله على لسان الناس انه نحن ما بنستخدم الا الشامبو الطبي، لكن في منهم هن بيروحوا على الصيدليه بيطلبوه. فانا بوقف عند هذا الموضوع انه الشامبو الطبي، اول شيء انا بدي اقرا كثير بتركيبه الشامبو. اول خطوه بدي احكي انا فيها انه تركيب الشامبو متشابه، البناء الاساسي له بمواد الفعاله بالمضافات، المواد الحافظه والملونات. طبي او غير طبي تماما. التركيب لكل انواع الشامبو هو نفسه. لكن اليوم انا كحدا بدي اغسل شعري بشكل يومي مثلا او 3 مرات بالاسبوع، لازم اعرف شو نوع شعري لحتى اعرف شو بدي اختار. اذا انا عندي مشكله بشعري لازم اعرف شو هي المشكله، او الطبيب يحدد لي اياها لحتى اعرف انا شو بدي اختار. كلمة الشامبو الطبي بيكون موجه ضد مرض معين، انه انا اذا عندي حكة زيادة، عندي تقشر، عندي تهيج، في مشاكل بفروة الرأس، في حبوب مثلا او اي شيء ثاني. انا بعرف حالي انه راح استخدم هذا الشامبو، هذا المصطلح، لكن الطبيب بيحدد المشكلة وبيحدد اسم الشامبو والنوعية تبعه. نيجي على الانواع الثانية، هي كمان طبية وتعالج، لكن للاسف نحن المصطلح الدارج اللي عندنا هي الكلمة. يعني اليوم انا اذا عندي مشكله بالشعر الدهني كمان انا رح اجيب شامبو طبي، لكن للاسف الدارج كلمه طبي. كمان اذا انا عندي مشكله بالشعر الدهني فانا اكيد رح اشتري له شامبو ويعالج مشكله الدهون. مثلا اذا انا عندي الشعر الجاف او التالف، كمان انا عندي هي المشكله، بس بدي اقول له للصيدلاني انه انا بدي شامبو للشعر الدهني او شامبو للشعر الجاف، كلياتها مصطلحات طبيه. صحيح. هلا النقطه الثانيه وين؟ مكونات الشامبو انا اللي لازم اقراها اذا كان معزز بالفيتامين مثلا، او عندي انواع من الزيوت، بتلاقي مثلا كاتبين لك بالبابونج، بزيت اللوز الحلو مثلا، بقشر الليمون كذا. هي المصطلحات اللي بتشوفوها اكيد هي مخصصه لشيء. يعني انا لما بشوف شامبو بالبابونج اعرفه انه هو ليهدي التهيج اللي موجود بفروه الراس. النقطه الثانيه، في انواع من الشعر بيقول لك ما بيطول، فانا بكون حاطط له مدعم بالفيتامينات وبالزيوت لحتى اعطيه هاي الامكانيه انه بالطول. بالاضافه نحن في عندنا انواع من الشامبويات بتكون مخصص، يعني حاطط له انا مواد فعاله مدعمه اكثر لتعالج لي مشاكل بالشعر، خاصه اذا كان مصبوغ او مثلا بتلاقي كاتبين عليه ضد الكلور. ليش؟ الصبيه رايحه على المسبح فبدها تاخذ معها هذا الشامبو ضد الكلور، يعني انا حطيت له ماده بتغلف الشعر، واذا صار مشكله انه ترسب الكلور بالشعر، انا مجرد ما غسلت شعري بهذا الشامبو بيطلع الكلور مع الشامبو، يعني بينضف له ماده تتفاعل مع الكلور وبيسحبه خارج الشعر. حتى اذا في ترسبات من مياه البحر، او مثلا انا ببيتي في مي كلسيه، كمان في انواع من الشامبو بيكتبوا لك عليها انه ضد الترسبات، بكون انا ضايفت لها مثل ماده حمض الليمون بتتفاعل مع هي الترسبات بسبب المياه، بتتفاعل معه وبتطلع من الشعر، بتعمل له مثل تغليف كمان. يمكن كثير من الاخطاء الشائعه بيوقع فيها الصبايا والسيدات، وذكرت يمكن بعضها، بس خلينا نحكي يمكن مشكله بيعانوا منها كثير من الناس وهي القشره، وبتقول لك كمان بتروح على الشامبو الطبي، بتقول لك عملت بعض العلاجات، بس لكن تختلف طبيعه الشعر اذا بنقول وجلده الشعر من شخص لاخر. صحيح. هلا اول نقطه، القشره مجرد ما شفتها على الشعر لازم تعرف الناس انه نحن المعالجه من بر من جوا لبرا. انا بدي اعرف طبيعه الاكل يلي عم اكله. يعني ناس بتاكل دهون كثير، طبيعي جدا يكون عندها قشره وفي عندها افرازات دهنيه زياده، هي قولا واحدا. اثنين،
حدا عنده مشكلة هرمونية أو يعني هرمون الغدة الدرقية أو هرمونات النسائية، عندي مشاكل نقص الحديد، نقص بروتينات، نقص فيتامينات بي 12 أو البي كومبلكس بنسميها، حتطلع هي الشغلة بالشعر وبالبشرة، حتلاقوها دائما مؤشرات الداخلية رح تطلع بتلاقوها بالبشرة وبالشعر. لذلك أي طبيب بده يقول لك عندك مشكلة قشرة بده يعمل علاج من جوا لبرا، حيطلب مجموعة من التحاليل بناء على هي التحاليل بده يعالج. حتى عند الشباب فينا نقول؟ تماما، يعني حتى عند مش الصبايا، حتى عند الشباب؟ تماما تماما. الشباب رح أقول لك نقطة، الشباب ما بينتبهوا على موضوع أنه أوقات الرياضيين بتبين عندهم أكثر. الرياضي على لعب التمارين بياخذوا جرعات من البروتين الزياده. هذا البروتين هو عباره عن مجموعه من الاحماض الامينيه بدها تتكسر بالجسم، اذا كان في زياده منها ترسبت بالجسم فبدها تظهر بهي الطريقه. قشره، حبوب، هي انذارات نحن بنسميها. فدائما الشامبويات ضد القشره بيعرضوا لك الرياضيين عم يستخدموها اكثر، هذا هي احد اسبابها. نجي للصبايا، في كثير من الصبايا ما بتعمل كنترول على حالها بطريقه تناول الطعام، خاصه الوجبات الجاهزه من برا. اليوم شلون بدي اختار شامبو للقشره؟ عرفتي مشكلتك؟ يعني شو هي المشاكل الداخليه منعالجها؟ لما بدها تستمر القشره انا بختار شامبو. شوفي في مصطلحات طبيه بتكون مكتوبه أو نحن بنسميها كيميائيه، يعني مثلا شامبو مدعم بحمض الصفصاف، معروف انه بيعالج القشره. او مركبات الكبريت، او مثلا في مركبات بيكون مكتوب عليها البيريثيون او مركبات بصراحه كيميائيه شوي معقده، او مركبات السيلينيوم. كل هي مجرد ما قريناها على بطاقه البيان الخارجيه للشامبو انا بعرف انه عم بتعالج القشره. بالقشره في للاسف هو بدي اعمل كنترول انه اهتمام زياده، يعني ممكن احتاج للحمام اليومي. النقطة الثانية، إذا لجأنا للدايت بيكون أفضل، بس لحتى أخفف نسبة الأحماض، نسبة الدهون اللي أنا عم آخذها، ممكن ألجأ لعلاج عن طريق الحبوب، أنا آخذها طبعاً الحساسية وغيرها، هذا كله بده يتم تحت إشراف طبي، أنا ما بفضل هيك موضوع خارجي يصير، نحن نعالجه لحالنا، أو أنا أروح لعند الصيدلاني يقول له والله أعطيني الدواء 1 2 3، هذا الشيء خاطئ. صحيح، وهذا اللي يمكن عم نشوفه حالياً إنه كثير ناس بتقرأ طيب تسمع شوية معلومات، تحاول تحضر خلطات كيميائية بالبيت. للأسف هلا هذا الشيء قدي ممكن يكون مضر وقدي ممكن يعطي نتائج سلبية بدل إيجابية. تماما، شوفي الخلطات الكيميائية أنا بقول لك ممكن بتعالج المظاهر، يعني ممكن أنت تعملي خلطة تعطيكي مظهر لامع وبتعطي لمعة أو بتلاقي النعومة، هي اللي بيحلموا فيه الصبايا. لكن نحن والمشكلة الأكبر فروة الرأس، إذا صار فيها التهيجات بتلاقي في أنواع من الخلطات عملت لك تهيج بفروة الرأس، بتلاقي الفروة كلها لونها أحمر، أو ممكن عملت ردة فعل تانية سببت لي نشفان إنه صار الشعر كتير جاف قاسي، حتى مثلا بتلاقي بيحطوا البلسم أو المطريات نحن بنسميها، بلشوا يلجأوا لموضوع السشوار، بتلاقي الشعر قصف بطريقة أسرع. هي المشاكل يلي بتصير، وكتير بتصير ردات فعل حسب بشرة كل حدا فينا. نقطة تانية، نوعية الشعر. طيب، يعني إذا كان الشعر مصبوغ غير لما بيكون طبيعي. شعر طبيعي، صحيح. تماماً. طيب بالختام نصائح عامة لكل الصبايا والسيدات، الاعتناء بالشعر، وبتحسي هو تاج المرأة، يعني صحيح. هي بتحب دائماً يكون صح، جميل ومرتب وحلو، ونوعاً ما يمكن الذهاب للصالونات مكلف جداً بأوضاعنا الاقتصادية اليوم. بعض النصائح العامة لكل صبية أو سيدة قاعدة اليوم عم تتابعنا ممكن يعني تحافظ على جمالية شعرها بفصل الشتاء. 100%. الصبايا يعني بس بدي أقول لازم الصبية تعرف تحدد نوعية شعرها. إذا كان جاف تالف، إذا كان ناعم، في نوعية شعر بيقول لك أنا نوعية شعري مثل شعر الأطفال، بتلاقي السبل جدا ما بياخد أي نوع من الموديلات، هي طبيعة، لكن أنا فيني داعمها بالفيتامينات مشان الطول والغزارة. بقول للصبايا أو الستات يلي عم بيتابعونا، لما بفصل الشتاء نحن منعاني من شغلة واحدة هي الجفاف، الجو كتير ناشف، علينا بالترطيب الدائم. الترطيب بيجي، ما رح احكي على شيء غالي كثير، الزيوت، الزيوت الطبيعيه الموجوده ببيوتنا، الخروع، البابونج، اكليل الجبل. هلا في نقطه، اذا صبيه شعرها مصبوغ بالقشقر ومشتقاته البلاتيني اكيد انا ما بنصحها بهي الانواع من الزيوت لانه رح تصبغ. ليش؟ لانه المواد الموجوده بالزيت رح تتفاعل مع الصبغه وتغير لها، بتغير باللون، بتلاقي لون الصبغه راح مثلا للاخضر او النحاسي، هي بسبب المواد الموجوده بالزيوت. الشعر المصبوغ بده عنايه مختلفه تماما، فيني انصحهم مثلا بزيت جوز الهند لانه فاتح
ما بيعطي الوان غير مثلا زيت الزيتون وزيت اكليل الجبل، لانه اذا كان فاتح بيغمقه 100%. أيوة. حتى بيلعب على درجات اللون، مثلا مثل ما قلت لك في ناس بيعطيها اللون الاخضر لانه لون الزيت اخضر ومواده الفعاله ممكن تترك لك هذا الاثر. فينا نقول الشعر المصبوغ اكثر النوعين من الزيوت، زيت اللوز الحلو لانه لونه فاتح، وزيت جوز الهند. الصبايا يلي شعرها ما له مصبوغ لا، فيها تستخدم اي نوع من انواع الزيوت، تعمل هذا المزيج على هيك حراره دافيه شوي لحتى انا اكسر الجليد يلي بيكون، او مثلا بتلاقيه شوي مترسبه في الشموع، نحن بنسميها الشموع بتكون مترسبه، حط بمخدص مي سخنه 100%، بنسميه حمام مائي. بعد هيك انا بقدر برؤوس الاصابع اني انا بدلك من الفروه لاخر الشعره. بعدين شو بعمل؟ انا بمشط الشعر كلياته لحتى اعرف انه تبلل كله. برفع الشعر بحط له اما كيس او منشفه لمده ساعتين او ثلاثه، بعدين بتصير عمليه الغسيل، وهي بيكون اسهل نوع من انواع المرطبات اللي انا باخذها بالبيت. يعني الختام لا. اكيد يمكن تابعنا معلومات مهمه معك براء، ودائما بنحاول ندور على حلول منزليه اكثر حتى في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه والظروف المناخيه، لهيك صحيح. المراه بتحاول تحافظ على جماليتها ضمن امكانياتها. اليوم نشكرك براء حداد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم ولاستضافتكم.